كابتن بلال، يمكن كابتن أسامة تطرق لنقطة إن أنت معاك الاستحواذ، ولكن الرغبة والشراسة اللي تديك المباراة ما كانتش موجودة النهاردة. حضرتك النادي الأهلي طبعا النهاردة بطولة، يعني مش مباراة، ودي الحاجات اللي بتزعلنا احنا شخصيا وبتزعل جمهور النادي الأهلي بأكمله، إنك مباراة ممكن تكون في المتناول بالنسبة لك وتخسرها بالشكل اللي حصل ده. لينا لوم وعتاب على اللعيبة وعلى المدير الفني الحقيقة. أنت جاي بعد خسارة بطولة دوري عام، كل الجمهور كان عنده أمال كبيرة جدا في البداية أو الانطلاقة تبقى من النهاردة من المباراة. الحقيقة يمكن يعني مش هنقدر نقول حاجة غير إن كان في بعض الإخفاق في الملعب، يعني السبيريت اللي كنا منتظرينها تبقى موجودة النهاردة في الملعب ما كانتش موجودة بالقدر الكافي. يعني كنا منتظرين روح قتالية أعلى من كده، كنا منتظرين رد شديد جدا في الملعب على بطولة الدوري العام اللي خسرناها، ما كانتش للاسف موجوده في الملعب. كنا منتظرين حاجه كتيره جدا جدا من اللعيب ومن الجهاز الفني ايضا النهارده. ممكن تكون مباراه بعد غياب طويل، والكلام ده قلناه قبل في بدايه الاستوديو، قلنا المباريات اللي بتيجي بعد غيابات طويله بيبقى فيها مشاكل فنيه شويه، مشاكل فنيه، لكن ما بيبقاش فيها مشاكل في الروح القتاليه العاليه. يعني النهارده كان في يعني الروح القتاليه اللي عند اللي امتازت بيها لعيبه الاهلي في البطولات اللي فاتت النهارده ما كانتش موجوده في الملعب للاسف الشديد. في بعض الاخطاء حصلت الفنيه اكيد طبعا حصلت، ولكن قدر عبد الحميد بسيوني انه يستدرج النادي الاهلي لطريقه لعب او بالشكل اللي عايز يروح بيه للنادي الاهلي. احنا قلنا المفترض الاهلي ما يزهقش. انت هتلاعب فرقه عايزه تدافع، بتدافع ب 10 لعيبه، النهارده بيلعب الشوط الاول كامل بدون راس حربه، بيلعب ب 10 لعيبه كلهم تحت الكوره، 10 لعيبه في نص ملعبه. انت لو شفت كل حتى الهجمات المرتده بتاعت طلائع الجيش هتلاقي ان السنتر باكس بتوع الجيش موجودين على ال 18 عشان ما يدوش مساحات لمحمد شريف، ما يدوش مساحات لمجدي قفشه، ما يدوش مساحات لطاهر محمد طاهر والشحات ان هم يروحوا يعملوا انطلاقاتهم. ده من بدايه الشوط الاول. الشوط الثاني عمل تعديله صغيره وحط راس حرب عشان يبقى محطه، لانه عارف ان فرقته مش هتقدر تشتغل على الكاونتر اتاك طول المباراه بالشكل ده، مش هيقدروا يطلعوا كتيم واحد او الثلاثه اللي قدام مش هيقدروا يشتغلوا بالشكل ده. فحط كريم الطيب راس حربه عشان يبتدي يقف على الكوره ويتقل ويبتدي ينتظر اللعيبه. طلع الجيش في المباراه كلها اعتقد ان زيرو، يعني الشوتس زيرو اون تارجت اعتقد، يعني اعتقد واحده تقريبا راحت للشناوي تقريبا اللي هو صدها يعني وقعت من ايده، وكانت كوره يمكن من ال 90 دقيقه. ولكن انت النهارده اجبرت بطريقه لعب طلع الجيش انك تروح للماتش بالشكل ده، واحنا كنا قاعدين ومتوقعين ان لو الاهلي يعني لو انساق او لو قدر عبد الحميد بسيون ان هو يشد النادي الاهلي لطريقه لعبه والسيستم والاسلوب اللي عايز يشتغل بيه، المباراه هتروح للشكل ده، لان راحت للشكل ده في مباراه الدوري الاخيره ما بين الاهلي وما بين طلائع الجيش، نفس طريقه اللعب عبد الحميد بسيوني بيلعب بنفس الطريقه، قافل نص ملعبه كويس وسايبك تشتغل من على الاطراف. انت كمان ما كانش عندك طرفين الشوط الثاني برغم انك عندك ثلاثه راس حربه، ومع ذلك مستر موسيماني كان المفترض يبقى فيه طرفين ملعب الشوط الثاني يبتدوا يشتغلوا على الكروسات طالما انت عندك ثلاثه راس حربه يقدروا ان هم يسجلوا اهداف. للاسف يعني انسياقنا ورا عبد الحميد باسيوني وطريقه لعبه او ان احنا انجذبنا لطريقه اللعبه دي هي دي اللي ودت المباراه للحته دي، ان خليتنا ما نقدرش نسجل اهداف. والحاجه اللي اكدنا عليها قبل يعني ما بين الشوطين قلنا دي مباراه النص فرصه، لان الفرق اللي بتبقى عندها تكتلات تبقى محتاجه نص فرصه فقط للاسف. ما قدرناش حتى نستغل النص فرص اللي اتيحت للنادي الاهلي.